بعد ما اشتد النظام قصفه على مدينة درعا البلد بشكل عشوائي وتحسفي في قصفه طبعا دمرت البيوت دمرت كل شيء كنت أسست بحياتك بنيته ما صفى غير أطفالك تهرب بيهم من شدة القصف والدمار اضطرينا نرجع للسهول يعني لو إنه شيء منه شيء بس ألوذ يعني أأمن شوي من المساكن جوا بالبلد فاضطرينا نبني خيمة بعد معاناة طويلة حصلنا عليها طبعا يعني تشوف اللحظات اللي مرينا بيها أثناء القصف وهاي بدك بس بدك تركض بدك تطلع تفل يعني المهم بدك تنفذ مثل ما بقولها بتنفذ بروحك فقعدنا كم يوم هيك بالعراء شوي تهدت الوضوع تأملنا شوية خيمة تأملنا حياتنا شوي هيك وشوي شوي صرنا تعودنا على الجو هيك ورا هالقصف اللي صار علينا درعا البلد اضطرينا نسكن بهالسهول شوف عينك طبعا عملنا الخندق هذا ظلت معنا ايام او اسبوع وهي نحفر بيه تجهزنا على المنظر هذا طبعا لان النظام لا عنده رحمه لا لصغير ولا لكبير ولا اي انسان عنده اباده طبعا يوم انسان النظام يستهدف السهول خصوصا اخر شيء الفتره العنقوديه اضطريت احفر الحفره هاي كملجا يعني هو الوحيد اللي تقدر تلجا اليه يعني الخيمه ما بتحمينا او شيء فاستغرق معي تقريبا حوالي اسبوع وشوي يعني حفرته وكان ارض قاسيه كلها صخريه فاستعنت بالله وشر وجبت بعض الاصدقاء واقربائي يساعدونا على حفره حتى احد يقدر يلوث به شويه لحظة سقوط الخذائف أو العنقودي قريب من عندنا فصفاش في أمان يعني بالضبط صار أنت مستهدف بأي لحظة بأي مكان بأي إشي حتى لو كنت قاعد بشيء مشيد أو في يعني إشي اللي يحمي رأسك فاضطريت أحفر هاي ودخلت صرت أجيب الواح الخشب اللي عندنا مثل الأبواب أو الإشي كنت أسكر به علي بالباب بالبيت طبعا اللي ظل منه صرت أجيب أحطه هون أسكر عليه أحط عليه تراب حتى يكون آمن أكثر لأي شيء هدف يستهدف من عند النظام أو من عند عصابات الأسد كقذائف كصواريخ أو العنقودي فبصفي عندي أأمن شيء بقدر يعني ألتجأ له بآخر المطاف رزعة رزعة ترد على الفيديو العب معي طلعنا من البيت وتركنا من المدرسة وتفرقت كل واحد مكان ما عشت رفقاتي ما عش بقيت أدرس أسا وقعدنا بالسهل وما عاد قابلنا صرنا اشتقت رفقاتي وألعب معهم وصرت ألعب مع أخواتي
لا 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 تفضل.